نعرفش منين نبدا. والله الا تلفت تلفت ديال المسطره تلف لي كلشي ديالي. مرحبا بالجميع في قناه لا سيونس الحصه لتعلم اللغه الفرنسيه من البدايه الى الاحتراف. بيانفوني ا توس سور ما شين لا سيونس الحصه لتعلم اللغه الفرنسيه. فقبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم كنعتذر منكم على هذه الغيبه الطويله طويله بزاف. فرجعت لكم رجع ان شاء الله ولا رجعت بقوه وغادي نكمل لكم فين حبستنا. فكنت ديجا درت لكم لي لتر دو الالفابي كاملين. فاحنا دابا كنتمرنوا على كيفاش نقراو لي لتر دو الالفابي كيفاش نقراو الحروف باللغه الفرنسيه مع نطق صحيح طبعا. فبالنسبه للناس اللي يلاه باغيين يتعلموا اللغه الفرنسيه كنصحهم يتبعوا هذه السلسله ديال التدرب على قراءه اللغه الفرنسيه ويبداو لي فيديو من الاول حتى الاخير. وكونوا اكيدين انكم غادي تعلموا في القناه ديالي اللغه الفرنسيه مع النطق الصحيح. فغادي تنطقوا الفرنسيه فحال الفرنسيين. كثرت عليكم الفرنسي الفرنسي. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا لتر في. حبسنا في لا لتر في. اذا كنشوفوا لا لتر في. هادو هما اربع كتابات ديال لا لتر في. الكتابه الاولى والثالثه مكتوبين او ماجوسكول يعني الحروف الكبيره او الكتابه الكبيره. والكتابه الثانيه والرابعه اون مينيسكول. فمن الافضل تعقلوا على هذه الكتابات ديال لا لتر في. اذا كنشوفوا لا لتر في 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 وكنسمعوا لو سون ف ف. عاودوا معايا ف ف. اذا نمروا الان لقراءه لي سيلاب المقاطع الصوتيه. نبداو باول سيلاب اللي هي هذه بعيده عليا. اذا في ا تنطق فا فا ف ا فا فا. عاودوا معايا فا. اذا كنت قلت لكم سابقا بان لا لتر ا كتلعب دور الفتحه في اللغه الفرنسيه. اذا ف ا فا فحال كنفتحوا هاد لا لتر في فا. في اي في 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 في. في او فو 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 فو. في او vu vu vu. ردوا البال. vi vi i vi. vu vu كنجمعوا فهمنا شي شويه. vu vu. vo u. اذا هاد الصوت او u كيعطينا الصوت او كنسمعوا او. اذا vo vu vu vu. ve V V V V. إذن غادي نعاودو القراءة ديالهم. فا في فو 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 في. نعاودو القراءة ديالهم عكسيا. في فو 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 في فا. إذن غادي نسرعو شي شوية في القراءة. va vi vo vu vous ve ve vous vu vo vi va va vi vo vu vous ve ve vous vu vo vi va. احسنتم. اذا نمروا الان ولا ناخذوا بعض الكلمات اللي كيتضمنوا لا لتر في. اذا اول كلمه عندنا اون. في ا كيف تنطق؟ فاش. اون فاش اون فاش. بقرة. اون فاش اون فاش. ثاني كلمة ان في اي في. احسنتم. ان فيلو ان فيلو ال او لو في اي في فيلو. Un vélo, d'arraja. Un vélo. V, E, V. Lekin hna adna. E, N. Iden, tontaku. En. Van. Van. De. Re. Di. Vendredi. Vendredi. Vendredi, hua. Al-jumu'a. Yom-jumu'a. Vendredi.
vendredi vendredi عاودوا معايا vendredi رابع كلمه vers vers اذا هنا كيف ما كتلاحظوا تي لا تنطق في هذه الكلمه وفير كتعني اللون الاخضر داكشي علاش كتبتها لكم كامله باللون الاخضر باش تعقلوا عليها اذا هنا فير كتعني اللون الاخضر وتنطق فير 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 الا كانت هنايا او كتبع على لا تي تنطق فيرت فيرت ولكن هنا فيو كو كتسالي بالتي بوحديتها تنطق فير نمروا الان هذه الكلمه ان ان ال ا لا ف ا فا ب او بو لاصقوا دابا الجميع غادي يعطيونا ان لا فا بو ان لا فا بو عفوا ان لا فا بو ان لا فا بو هو حوض الغسيل ان لا فا بو un lavabo avril avril اذا هنا ا على لتر ا نطقناها ا عاديه حيت ما تبعها حتى شي حاجه ما تبعهاش اون فويل اللي غادي مثلا تبدل ليها الصوت ديالها اذا تنطق ا ف هنا لا لتر ف ما تبعهاش واحد الحرف اللي مثلا كيحركها داكشي علاش نطقناها وكان فوقها سكون قلنا ف ماشي فا ماشي في فو ولا فو انما نطقناها وكان فوقها سكون في اللغه العربيه عندك تكتبوا في فوق سكون هذا فقط مثال كنحاول نشرح لكم اذا افريل افريل وهنا عندنا لا لتر اي لا لتر ار باردون تبعها لا لتر اي اذا تنطقوا غيل افريل عاودوا معايا افريل هو ابريل إذن أفريل هو شهر أربعة أفريل أفريل نمروا الكلمة قبل الأخيرة أون أون V A V L I I S E S V A L I ما غاديش نقولوا S إنما Z أون فاليز أون فاليز فهنا اس نطقناها فحال لا لتر زد في اللغه الفرنسيه حيت جات بين جوج ديال لي فوايل جوج ديال الحروف متحركه اذا اس دائما ملي تشوفوها اونتر دو فوايل تنطقوا فحال لا لتر زد في اللغه الفرنسيه اذا هنا عندنا فاليز اون فاليز هي حقيبه اون فاليز حقيبه السفر اون فاليز اون فاليز واخر كلمه اون ال او ال او هذا هو الصوت او او ال او لو في او فو ال او لو اون لوف اون لوف هي ذئبه اون لوف اون لوف اذا غادي نعاودوا الان قراءه الكلمات حاولوا انتم تقراوهم معايا باش تحسنوا النطق ديالكم في اللغه الفرنسيه ونبدا اون فاش اون فاش ان vélo un vélo vendredi vendredi vert vert un lavabo un lavabo avril avril une valise une louve فكان هذا هو الدرس ديال اليوم نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان الا كان عندكم اي سؤال خليوه ليا في التعليقات فكنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم عدد المشاركين غادي كيتزاد هادشي اللي كيزيد يشجعني اكثر واكثر ان شاء الله غادي نحاول نحط لكم لي فيديو اكثر في القناه فاليوم ان شاء الله غادي نحاول نحط لكم الفيديو وغادي نحط لكم كيفاش كتكتب لا لتر في اللغه الفرنسيه في لاباج ديالي فيسبوك اللي داخله بها بحال اسم القناه عندي باج وعندي جروب اللي سميتهم لا سيونس الحصه نتمنى انكم تدخلوا ليهم باش تبقاو متبعين تمايا كنحط بزاف ديال لي زيماج اللي غادي يساعدوكم في تعلم اللغه الفرنسيه وغدا ان شاء الله غادي نشوفوا لا لتر دوبلو في هاد لا لتر هادي ما عندهاش قاعده فحال باقي الحروف داكشي علاش شويه معقده ولكن ان شاء الله غدا نشرح لكم كل شيء فكنشكركم على الدعم ديالكم مره اخرى ونتلاقاو في الفيديو الجايه الى اللقاء